كتاب مصر من تاني للولد الشقي محمود السعداني، الجزء الثالث. الفصل الثاني، الفسطاط لماذا؟ إنه تاريخ طويل، ولا أعتقد أن أحدا لديه صورة دقيقة عن أحوال مصر لحظة دخول عمرو بن العاص، وليس بين أيدينا إلا وصف لمعارك وأخبار لبطولات، ولكن الشيء الأكيد أن فتح مصر خلصها من قبضة حكم روماني متجبر ولا يرحم. ولا ندري ما الأسباب التي جعلت عمنا عمرو بن العاص يختار هذا الجزء على ضفة النيل في مواجهة الجيزة لإقامة عاصمة الدولة الجديدة. وقيل في تبرير هذا الاختيار أنه اختار مكانا يتوسط الوادي، وقيل أيضا أنه تفاءل عندما بادت الحمامة على خيمة القائد فأمر بأن تقام العاصمة في المكان نفسه، ولكن الحقيقة أن عمرو بن العاص اختار المكان الأفضل لقيام عاصمة، وهو في الواقع لم يكن اختيارا ولكنه كان فرضا. ففي مواجهة المكان الذي اختاره وعلى شاطئ النيل في بر الجيزة قامت أزهر وأشهر عاصمة لمصر في العهد القديم منف، كما أنه على بعد مرمى حجر من المكان الذي حدده عمرو كانت تقوم عاصمة الأقباط المصرية حول قصر الشمع. وإذا كان الرومان قد اختاروا الإسكندرية عاصمة لمصر، فإن ذلك الاختيار لم يكن موفقا، ولم يكن نتيجة لدراسة أو بحث، وإنما كان استجاب لنداء عاطفي عند الرومان. فهي مدينة ساحلية وأيضا شديدة الشبه بنابولي، وهم في بلد كهذا لا يشعرون بالغربة ولا يعانون الحر في داخل البلاد. المهم أن عاصمة عمرو قامت وازدهرت بسرعة، واختار لها اسم الفسطاط، وهي كلمة رومانية فسطيطوس ومعناها المعسكر. وحول جامع عمرو بن العاص نشأت المدينة وترعرعت، وكانت أسواقها عامرة وتجارتها نشطة وحركة السياحة فيها على ودنه. وشهدت فترة من الزمان كان فيها العد المطلق هو الدستور، وعبارة لا إله إلا الله هي الشعار. نعم، لا إله إلا الله، فكل الناس عبيده، الخليفة والوالي وصاحب الخراج والقاضي والجميع. وكان عمر بن الخطاب الذي كان العدل دينه يحكم من المدينة المنورة إمبراطورية مترامية الأطراف. وفي عهده شهدت الفسطاط لأول مرة في تاريخها، ولأول وآخر مرة أيضا، حادثا عظيما هو جلد ابن الوالي بأمر من الخليفة لأنه جلد واحد من أبناء الرعية، وهو حادث لو وقع اليوم لعده الناس علامة من علامات الآخرة ونذيرا بنهاية الحياة. ولكن هذا العصر الذهبي للفسطاط لم يستمر طويلا، فسرعان ما تبدلت الأحوال وقفز إلى السلطة في إمبراطورية الإسلام هؤلاء الذين حاربوا الإسلام بضراوة وقاتلوه إلى آخر لحظة، ولم يؤمنوا إلا عندما أصبحوا من الطلقاء. هكذا تربع على السلطة معاوية ونقل مركز الخلافة من المدينة إلى الشام. وعلى الفور شهدت الفسطاط مصرع واليها محمد ابن أبي بكر الصديق، وقد وضعوه في بطن حمار وأشعلوا النار في الحمار وفي الوالي، ثم نثروا رماد الاثنين في الهواء. ولم يفهم أهل مصر سر التطورات الأخيرة، خليفة ذهب وخليفة جاء، ولكن بين الذهاب والمجيء حدثت تطورات عميقة وأحداث عنيفة وتقلبات اجتماعية حادة، واعتبروا الأمر كله يخص هؤلاء العرب الوافدين من وراء الصحراء. فقد كان أهل مصر حتى تلك اللحظة يدفعون الجزية ويعيشون في سلام، ولكن الغريب حقا أن العرب الذين يعيشون في الفسطاط لم يهتموا كثيرا بالأمر ولم يقاوموا العهد الجديد. عاد عمرو بن العاص من جديد واليا من قبل معاوية، وصارت الأمور سيرها المعتاد، فلا ثورة ولا هبة ولا حتى مظاهرة تهتف بسقوط الخليفة. وعادت المدينة تنمو وتتسع وتأكل من الصحراء وتهجم على شاطئ النيل، ولكنها افتقدت الشيء الذي كان موجودا من قبل، اختفى العدل، وحل محله مزيج من القيصرية والكسروية والملك العضوض. وهكذا انشئت المباني وانحطم شيء ما في داخل النفس، واتسع العمر
عمران وانكمشت الحرية وانفتح باب التجارة وأغلق باب الاجتهاد. ثم جاء يوم كربلاء في رقعة ضيقة من الأرض في العراق. وقفت الثورة المضادة وجها لوجه لأول مرة في تاريخ الإسلام في معركة الجمل وصفين. كان الأمر يختلف، كان الإسلام في السلطة ممثلا في علي، وكانت الثورة المضادة تدعي حقوقا في السلطة. ولكن في كربلاء كانت الثورة المضادة في السلطة وكانت الثورة في الشارع، ولم يكن لديها من أسباب القوة إلا النذر اليسير، ومع ذلك قررت أن تخوض المعركة وهي على يقين من خسارتها، على الأقل لتكون قدوة ما دامت لم تستطع أن تكون سلطة. وعندما سقط الحسين على الأرض راسما بدمائه على التراب نهرا رفيعا من الدم، سرعان ما اتسع وامتد ليصبح طريقا طويلا، هو الطريق الوحيد لكل من يرغب في المستقبل في اعتراض طريق الطاغية أو الوقوف في وجه الباطل. ومع أن الفسطاط على بعد عدة آلاف من الكيلومترات من الموضع الذي سقط فيه الحسين، إلا أنها اهتزت للأمر، لم ترفع السلاح في وجه الخليفة القاتل استغفر الله، ولم تشق عصا الطاعة على الحاكم الباغي الذي يتحكم في دمشق، بل اهتزت بطريقة أخرى مختلفة ستصير طابع العاصمة بعد ذلك، حتى وإن غيرت اسمها من الفسطاط إلى القطائع إلى العسكر إلى القاهرة. كان الخليفة يزيد الذي أدخل السرور إلى قلبه العبث برأس الحسين بقضيب من حديد وهو جالس يتسلى على سرير الحكم. قد أمر عماله في الأقاليم بأن يبعثوا إليه بنسل النبي ليتخلص منهم جميعا بضربة واحدة وإلى الأبد، لأنه لن يهدأ لخليفة دمشق بل إذا بقى أحد منهم حيا. إن الكفار الذين انهزموا في بدر تمكنوا من الثأر في كربلاء، ولكن شبح بدر لا يفارق الكفار أبدا حتى وإن قبضوا على زمام السلطة، إنهم يخشون من بدر أخرى. ولذلك وجبت إبادة كل أسرة النبي الذي هدم الأصنام في الكعبة حتى لا يكون هناك أمل في بدر أخرى، وبهذا فقط يصفو الجو ويروق البال. وكان والي الفسطاط أحد الذين تلقوا الأمر بالقبض على أهل النبي وكل من يمت إلى الحسين بالصلة، وأن يرسل الجميع بربطة المعلم إلى دمشق لكي يتسلى الخليفة بقطع رقابهم ويعلقها على أشجار دمشق الفيحاء. وكان على والي مصر أن ينفذ الأمر، وإلا فإن رقبته هو شخصيا ستكون الثمن. ولما كان الوالي حريصا على رقبته وحريصا أيضا على إنقاذ نفسه من غضب الإله، فقد هداه تفكيره إلى حل وسط يضمن به السلطة في الحياة الدنيا والجنة في الحياة الآخرة، حل يضمن رضاء وقبول كل الجبهات والأطراف، وحل أغلب الظن أنه ليس نتاج تفكير عربي. ولعله نصيحة أسداها لوالي الفسطاط كاهن مصري يدفع الجزية، وبالقطع كان أجداده يعملون كهانا في معابد رع وست وأتون والعجل آبيس، وسيكون هذا الحل هو طابع مستشاري الحكم في عاصمة مصر إلا في فترات نادرة، ومن النوع الذي لابد من وجوده لإثبات القاعدة التي ستصبح دستور هؤلاء المستشارين في مصر وإلى آخر الزمان.